بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم من جديد، معاكم أحمد الجرنوسي، وإن شاء الله النهاردة هنشوف مع بعض حل مشكلة ظهور رسالة الخطأ انستول بلوج اللي احنا شايفينها قدامنا دي، إنه تم حظر التثبيت وبيظهر لك رسالة فيها التفاصيل دي. أولا سبب الرسالة دي إنك بتكون محمل أو عاوز تثبت لعبة أو تطبيق خارج جوجل بلاي، لأن طبعا كل التطبيقات اللي جوه جوجل بلاي بتكون تطبيقات رسمية، والتطبيقات اللي هي فيك بتطلع بره، لكن في بعض البرامج أو بعض الألعاب بتكون بره جوجل بلاي، سواء كانت الألعاب المهكرة أو التطبيقات المدفوعة اللي أنت ممكن تستعملها مجانا بدون دفع أي فلوس. بكل بساطة بتدوس على سيتنجز، هو أول ما بيجيب لك الاختيار ده بيدوس على سيتنجز، وبعد كده بتلاقي هنا اختيار اسمه unknown sources او مصادر غير معروفه للي بيستعمل الموبايل بالعربي، بتدوس عليها وبعد كده يظهر لك رساله التنبيه دي، دوس اوكي مفيش اي مشكله. بعد كده تقدر تثبت البرنامج، نرجع نشوفه كده، دي لعبه تقريبا، حاجه سطبها كده زي ما احنا شايفين في انستول اهي، فكده بيتم عمليه التثبيت بتاعه اللعبه بنجاح، وده كان حل المشكله بكل بساطه. حتى نشوف كده اللعبه هتشتغل ولا لا، زي ما احنا شايفين اللعبة اشتغلت بنجاح بدون اي مشاكل. للناس اللي هي ممكن بقى ما تظهرلهاش الرسالة دي، بتروح للسيتنجز او اعدادات الموبايل بتاعك، تختار السيتنجز، ادي الاعدادات، وبتيجي تختار من هنا السكيورتي او الامان، ادي السكيورتي، ومنها بتلاقي النون سورسز دي اللي لسه ظهرنا من شوية، طبعا انا مفعلها اهي، وبكده تقدر تثبت اي تطبيق او اي لعبة سواء كانت جوه جوجل بلاي او خارج جوجل بلاي بدون ما تظهرك رسالة الخطأ انستول بلوجد. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك ليه وسبسكرايب او اشتراك للقناه علشان تتابع كل جديد من عالم البرامج والشروحات الجايه ان شاء الله. ولو كان عندك اي اقتراح او اي استفسار بخصوص الموضوع ده او اي موضوع تاني، يا ريت تسيب رد في التعليقات تحت الفيديو او تكلمني من خلال صفحه تكنو عربي على الفيسبوك، وانا دايما بتابع التعليقات وبرد على الرسائل باستمرار، ما بنفضش لحد، ممكن اتاخر وما اردش في نفس اليوم بسبب بعض الظروف، لكن عمري ما اتاخر على حد ان شاء الله. واشوفكم في حلقه جايه ان شاء الله. كان معاكم احمد الجرنوسي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.